اهلا وسهلا بحضراتكم اصدقائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. اهم حاجه طبعا بعد ما نفذنا الشغل الجميل بتاعنا ده ان احنا نغذي الخرسانه بتاعتنا بالمياه في اوقات الصبح بدري واخر النهار كده مع المغرب، عشان خاطر ايه؟ يبقى النتيجه تبقى نموذجيه بالنسبه لقوه وصلابه وتماسك الخرسانه داخل الحمام. ده الفيديو اللي احنا بنعمله في الحمام. كنا احنا نزلنا فيديو او هننزل فيديو قريب حضراتكم برضو خاص بنفس الفكره، ان احنا بنرش الخرسانه بتاعتنا او المحاره بتاعتنا داخل ايه؟ داخل المطبخ، وبنرشها دلوقتي برضو داخل الحمام. فاحنا بنغذي كده عشان ندي قوه وصلابه بالنسبه للشغل المحاره التاكيس والتربيع اللي تم في شغل الحمام. تمام، كل الاماكن طبعا انا بديك بس ايه الفكره وانا هكمل الشغل ايه بتاعي. دي خطوه مهمه جدا عشان ناخد افضل 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 نتيجه على الاطلاق. تمام، في صلابه وقوه تماسك الخرسانه، يبقى دي افضل طريقه على الاطلاق في ان انت توصل لنتيجه نموذجيه بالنسبه لشغل المحاره. تمام، فطبعا دي حاجه بسيطه، لكن ما ينفعش ان احنا ايه يعني نبقى ما نعملهاش او ما ننفذهاش في الشغل، فلازم نحرص عليها جدا. صدقني حرفيا هتفرق معاك كتير. اتمنى اكون افدت حضراتكم، ما اكونش اطلت على حضراتكم. لايك وشير مش هيكلفك حاجه، ولكن اكيد هيكون في ميزان في عداد ميزان حسناتك هتكسب فيه في الدنيا في الاخره. شكرا لحضراتكم، لو استفدت صلي على محمد، لو اختلفت معي اختلف في حدود اللايك والادب والمسموح به اخلاقيا وعرفيا، وبرضه صلي على محمد. تركات وحركات مع بعضيتي بس اكيد هتعجب حضراتكم. شكرا لحضراتكم.